10 20 30. عايز اقول له ان الخلية دي بتساوي مجموع ده، او انا اسف، دي بتساوي ده زائد ده، فالنتيجة ايه؟ هيجمعهم عادي. النتيجة برضو ان انا لما اشد كده هيعمل ايه؟ هيعمل ريليتيف، يعني ايه؟ يعني ينزل سطر، عشان انا نزلت سطر المعادلة تنزل سطر. يعني القيم هنا بص ايه، وبي بي واحد صح، هنا اتنين، هنا تلاتة صح، عشان انا نزلت سطر فالمعادلة بايه؟ تنزل سطر. فانا هنا دلوقتي عندي 3 2 و3 5 و5 و10 15 وهكذا صح ولا غلط؟ طيب لو انا عايز اقول له بعد اذنك، ها، ما تشفتش خليه، شفت خليه واحده والتانيه لا، يعني ثبت واحده. اقولها له ازاي؟ ان انا احط الدولار ساين قبل الخليه دي، قبل الصف وقبل العمود، احط دولار ساين. جماعة برضو عادي، بس الفرق ايه بقى؟ لما اجي انزل كده هيجمع على ايه؟ هيجمع على التلاتة. يبقى تلاتة وخمسة كام؟ تلاتة وستة كام؟ تلاتة وتمانية كام؟ 11. يبقى لما عايز اقول له في المعادلة دي ثبت دي ودي، بص لما اجي انزل، بص ثابتة ازاي؟ مين اللي بتتشفت؟ مين اللي بتنزل سطر؟ اللي ايه؟ صح؟ اما الثابته هي الايه؟ البي واحد. فانا هنا برضو نفس الحركه، ممكن اجي اعمل ايه هنا؟ احط دولار ساين وبعدين دولار ساين صح، بحيث ان انا بعد كده عندي اي ارقام هنا لما اجي انزل كده ايه اللي يحصل؟ ليه؟ عشان الفايس ايه؟ ثابته، مع كان هنا خلايا فاضيه ايه، بس عشان ثبتت له في المعادله بتاعت كونكاتينيت دي الايه؟ الخلية بتاعت الفاي. طيب اقدر اعمل ايه دلوقتي؟ اخفي الخلية دي اهو، واخفي دي صح، يعني بحيث ان دي يبقى فيها المعادلات ودي فيها المعادلات والنتيجة بتطلع لي ايه؟ اه فاي 10. تمام، وصلت كده الفكرة؟ ماشي شباب. اه طيب عندنا ايه المعادلات التانية؟ عندنا معادلة اسمها ايه؟ اف. دي معادلة مشهورة جدا وجميلة جدا. ايه هي بقى؟ دلوقتي مثلا سي انا عندي هنا 20 وعندي هنا مثلا 30 وعندي هنا مثلا كام؟ إيه ماشي اوكي، خلينا 20 و30. حاجة اقول له هنا بتساوي اف اذا، تديله لوجيكال تيست. يعني ايه لوجيكال تيست؟ يعني انت تديله مقارنة. مقارنة ازاي؟ اقول له لو ده اكبر من ده، يعني لو الرقم ده اكبر من ده تعمل ايه؟ ها، لو الكلام ده اتحقق ان ده اكبر من ده، الشرط ده اتحقق لو ترو، قول لي ان انا جود. وعشان يفهم الكلام جوه معادلة لازم احطها بين كوتيشن، عشان يفهم الكلام ما بين في المعادلة لازم احطها في كوتيشن. اقول له مثلا، اقول لي ان انا جود. طب لو طلع الرقم ده اصغر من الرقم ده، عكس بقى الشرط بتاعي او اللوجيكال تيست بتاعي، هو قايل له ايه؟ قول لي ان انا بيت. فعشان هو اكبر فعلا ايه اللي حصل؟ جود. لو خليتها 10 هتبقى بيت. طيب عايز اقول له مثلا بتساوي اف ده لو اكبر من ده، عايز اقول له لا، لو لقيت ده اكبر من ده اجمع المعادله. فهم عادي اقوم قايل له مثلا اعمل صم، اعمل ابسوليوت، اعمل كذا، يعني اقدر ادخل في الترو عادي معادله، اقدر ادخل في الترو ايه عادي معادله. يعني انا مثلا لو عندي شويه ارقام هنا ايه، هتاخد بالك دلوقتي، ما دي الفكره. انا قلنا لو تكست، لو تكست كنت هتعمل ايه؟ تحطها في كوتيشن. لكن لو مش تكست ما تحطوش في كوتيشن. يعني انا قلت له مثلا بيساوي اف، افتح القوس، لو ده اكبر من ده او يساوي ده او كذا، لو ده يساوي ده اعمل كذا. يعني ممكن اكتب له هنا ايه؟ يساوي، لو ده يساوي ده اعمل كذا، لو ما غرسوش مش بيساوي بعض ما تعملش كذا. طب ممكن برضه اقول له ايه؟ لو الخلية دي، اقولها له ازاي؟ اقول له بتساوي اف، اقول له لو الخلية دي بتساوي 20، طب لو غير كده يبقى فولس. هو قايل له ايه؟ بتساوي ايه؟
ها 20، فاجي مثلا اقول له دي لو اكبر من دي تعمل ايه يا سيدي الفاضل؟ ها عايزك تعمل صم للكلام ده اهو. ده كده ايه لو في حالة الايه ان ده اكبر من ده. طب لو في حالة ان الشرط ده اتنفى عايزك تعمل صم للكلام ده. اولا الصم، نقول مثلا تجيب لي الماكسيمم بتاع الكلام ده، وتقوم قافل القوس بتاع ايه بتاع اف. تمام، جمع كده ايه العشرة هتلاقيهم في 11، هتلاقيهم دولت 11 عددهم 11. خلاص عدهم كده ساوي كاونت الخلايا دي، هتلاقي عددهم 11. يبقى 11 في 10 بكام؟ ماشي. طيب لو الكلام ده اصغر، تعالى بقى هنا نخلي الارقام 30 مثلا، لو دي اصغر بقت 5 هتلاقي طلع لي كام الماكس بتاع الارقام دي كلها. يعني اقدر ايه ادخل ايه معادلة في معادلة. طيب لو انا جيت هنا قلت له مثلا عايز اديله بدائل لللوجيكال تيست، اقولها له ازاي؟ هما قال له بتساوي اف افتح قوس، هما قال له اور، هو بيقول لي اللوجيكال تيست، فاقول له ده او ده او ده او ده، هما قال له ايه ها اور افتح القوس، فبيقول لي ايه اللوجيكال واحد، هقول له مثلا تعالى نحط الارقام الاول مثلا ولا مش هتفرق، خلينا كده خلاص نقول يساوي اف افتح قوس اور افتح قوس، هقول له لو الخلية دي بتساوي ها لازم طالما قيمة value يبقى لازم احطها له في ايه كوتيشن، صح؟ طيب او الخلية دي لو بتساوي، لو الخلية دي لو او الخلية دي اللي هي سي 4 دي او الخلية دي خلاص بتساوي 30، يعني بقول له لو الخلية دي بتساوي 20 او الخلية دي بتساوي 30 تعمل ايه؟ ها تقول لي برضو ان احنا جود. طيب هنشوف دلوقتي هيقبلها ولا لا، ان احنا ايه هل الفاليو كتكست بنحطها في كوتيشن بس ولا ها ال ما نحطهاش في كوتيشن. هنا قال لي ايه؟ بص قال لي باد، قال لي باد ليه؟ مع كأن دي ب 20. ها ها قال لي باد ليه؟ ايوه وانا لسه كنت عايز اخليك تقولها ايه هي، امتى نحط كوتيشن؟ لما يكون تكست بس، الفاليو تكست، لما يكون الفاليو ايه تكست، لكن ما تحطش ما كان قال حط الكوتيشن، فما ينفعش تحط الكوتيشن، صح؟ يبقى الكوتيشن بنحطها امتى؟ لما يكون الفاليو تكست، الفاليو ايه تكست. تمام، طيب يبقى كده قال لي جود. لو انا هنا حطيت اي قيمه تانية بقى غير 30 قال لي جود برضو، اجي اقول له 10 دلوقتي يوم قايل لي ايه باد. تمام ماشي. طيب مثلا عايز اجيب الجذر، الجذر ممكن اجيبه ازاي؟ هما قال له بتساوي مثلا 4، هما قال له اس اللي هي الشيفت 6 نص، صح؟ دي طريقة. الطريقة التانية ان انا ممكن اعملها بفانكشن، اقولها له ازاي؟ ساوي سكويرت خلاص الاربعة ساوي ايه ها سكويرت الايه الاربعة. تمام، طب سكويرت ينفع احط جواها معادلة؟ اقول له مثلا سكويرت سم الكلام ده اهو من هنا لهنا، صح؟ يبقى انا كده بقول له ايه سكويرت العشرة والواحد 11 الجذر بتاعه طلع 3. تمام، طيب عندنا ايه فانكشنز تانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي عندنا في حاجتين، في حاجة اسمها اف اند، وفي احنا خدنا اف اور، وفاضل ايه سم اف. طيب والفي لوك اب هنشوفها دلوقتي. طيب دلوقتي عندنا حاجة اسمها اف اند بتساوي اف افتح قوس، فبقول له اور يعني لو ده اتحقق او ده اتحقق او ده اتحقق يطلع لي القيمة الترو، لو مفيش ولا حاجة من دول تتحققوا يطلع لي القيمة الايه الفولس، لكن اف اند لازم الشروط كلها ايه تتحقق عشان يطلع لي الترو.
يعني لازم اف ده وده وده حصلوا مع بعض يبقى ايه؟ طلع لي الترو. واحد فيهم سقط يبقى طلع لي الفولس. فانا اقول له اف اند، اقول له ان الرقم ده لو اكبر من الرقم ده، و ده في الاند خلاص، اللوجيكال تيست التاني اللي في الاند، اقول له لو ده اكبر من ده، يعني لما يكون ده وده الرقم ده اكبر من ده والرقم ده اكبر من ده، هما قايل له ايه بقى؟ ها تقول لي you are very good person خلاص. طيب لو باد، ها لو انت لو الكلام ده ما اتحققش وعايز تقول له ايه؟ ها you are very done بس كده هو خلاص ايه. خلاص طب لو الرقم ده بقى دلوقتي بقى 10، ها صح عشان الشرطين ما اتحققوش. طيب لو الرقم ده صغر تاني بقى مثلا 3، يقول لك يو ار ايه فيري جود بيرسون صح تمام. طيب ايه سم اف بقى؟ سم اف دي جميله جدا، عباره عن ايه؟ مثلا انا عندي ايه، محمد قائمه الهدايات، احمد ومحمد واحمد وهاني ومصطفى وهاني تاني ومصطفى ومحمد واحمد واحمد خلاص. وهنا شوية قيم، هنا مثلا 5 3 9 7 مش عارف كام الى اخره خلاص. طيب عايز اقول له ايه؟ اقول له احمد، او خلينا نقول ايه، هاني ان ستوك بيساوي خلاص. واجي هنا كده هم قايل له بقى في الخلايا اللي جنبها بيتساوي سم اف، اجمع اذا، اديني الرينج، ايه هو الرينج ده خلاص. ادور في الرينج ده على ايه؟ اقول له دور بعد اذنك على ايه، طالما فاليو تيكست او ما يعملها له في ايه، في كوتيشن، اقول له بعد اذنك دور على احمد خلاص. طيب بيقول لي لو لقيت احمد في الرينج ده اجمع ايه هي القيم اللي قصاده اللي اجمعها، اجمع فين، اديني السام رينج، اقول له اجمع من هنا، اقفل الايه الكوس انتر، فهيجي يدور على كل حاجه فيها هاني، ولا احنا كنا قلنا ايه، احمد، هيدور على اي حاجه فيها فين البتاع، اخ احمد، احمد 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 اهو، ويقوم عاملها ايه، يوم جمع، اجمع كده 10 15 22 ايه بس 32 صح. يبقى انا كده بقول له ايه، اجمع اذا لو لقيت في الرينج ده الكراتيريا دي اللي هي احمد، اجمع القيمه اللي قصادها تمام. وصلت؟ طيب لو انا عندي جدول كده اهو بالمنظر ده، ما انا غلطنا بقى خلاص يا عم احمد ان ستوك خلاص غلطنا ولا تزعل خلاص. ماشي لو انا هنا جيت قلت له دي بتساوي دي او تعالى هنا بنقولها له بقى كده، هنا قلت له ديت بتساوي في لوك اب خلاص، افتح قوس، بيقول لك ايه اللوك اب فاليو، ايه اللي انت عايز تدور عليه، فاقول له مثلا 5 خلاص. يقول لي ال اسمه دوت، بسم الله الرحيم، لوك اب فاليو 5، وي هقول له بعد كده التيبل اري اللي هو فين، فين الخمسه ده، اقول له في الجدول ده خلاص. يقول لي الكولوم اندكس، الكولوم اندكس يعني لو لقيت 5 في انهي عمود اطلع الرينج بتاعه في انهي اسمه دوت، من انهي عمود الكولوم اندكس نمبر، اقول له مثلا العمود رقم 2 خلاص. وبعد كده هو قايل له ايه، ها فولس يعني مش لازم ايه اكزاكت ماتش خلاص. كده مش هيجيبها، فولس 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 خلاص. ايه اللي حصل، كتب فولس غلط. يعني ايه اللي حصل بقى في المعادله دي، انا بقول له لما تلاقي 5 طلعني القيمه اللي قصادها، يعني مثلا لو خليت دي 6 بقت دي كام،
في لوك اب دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتدور على الجدول، على يعني انت مثلا بالذات دي تفيدك انت.